بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. ما زلنا بندرس مع حضراتكم في اسرتي ايقونة في الكنيسه التساؤلات اللي بتدور في ذهننا وخاصه في شباب الكنيسه وايضا في البالغين عن الحياه الجنسيه المقدسه الطاهره المتناسب مع ولاد ربنا والتفكير في هذا. وتكلمنا عن هدف الجنس وتكلمنا عن لماذا لم يعني يخلقنا الله كالملائكة بدون غريزة جنسية. وهنا النهاردة في تساؤل أيضا بيدور في ذهننا لما بندرس الحالة المقدسة اللي ربنا خلق عليها الإنسان وحالة الإنسان حاليا بسيطرة الشهوة الجنسية، ما هو تأثير خطية آدم وحواء على المفهوم الغريزة الجنسية الموجودة في الإنسان؟ نحن اتفقنا وعرفنا ودرسنا أن قبل السقوط كان الغريزة الجنسية موجودة في الإنسان وربنا ادها يعني ليساعد الإنسان أنه ينمو في النعمة وينمو في الصورة اللي هي اللي خلقها في ربنا. طب لما سقط الإنسان بحريته وبإرادته ماذا حدث؟ إيه التغييرات اللي حصلت فيه؟ الحقيقة أن ربنا أعطى الإنسان الحرية والإنسان استخدمها خطأ وابتدى يسمع صوت غير صوت ربنا. أول تأثير سلبي شمل حياة الإنسان وشمل أيضا الغريزة الجنسية انفصالها عن الله، أصبح الإنسان في تفكك في العلاقة بينه وربنا، وبالتالي أصبح الإنسان اللي اتخلق على صوت ربنا وربنا خلق ذكر وأنثى آدم وحواء العلاقة اللي بينهم أيضا اتأثرت وتفككت ولم يعد فيها الاتحاد الزيجي الكامل اللي ربنا خلقوا فيها، لم يعد فيهم البحث عن النمو في النعمة والبحث عن الوجود في حضرة الله. أصبح كل طرف منهم ظهرت عنده الأنا الذاتية أو اللي بيسموها الانديجو اللي هي الأنا السفلى. علماء النفس يعلمون أن في أنا وفي الأنا العليا وفي الأنا السفلى. ظهرت الأنا السفلى دي في الإنسان وأصبحت الغريزة الجسدية والغريزة الجنسية، بدلا من أنها تكون وسيلة للاتحاد الزيجي المقدس اللي ينمو بالإنسان أصبحت وسيلة للشهوة الخاطئة اللي كل إنسان بيبحث فيها عن ذاته ولا يهتم أحيانا بمحبة الآخر. أصبحت النفس الإنسانية مسيطرة بغرائزها وبالغرائز اللي فيها وبالصفات الشخصية اللي فيها وليست بالتسامي الذي ينمو في النعمة. الجسد لم يكن له يعني إلا أنه أصبح تحت سيطرة النفس البشرية، لأن عارفين أن الإنسان بيتكون من جسد ونفس وروح عاقلة. روح العاقلة اللي صورة اللي على صورة الله اللي كانت بتسمو بالجسد والنفس لكي يتحد معها، صارت الروح العاقلة أيضا وقعت تحت سيطرة الأنا والذات والانفصال عن ربنا. حصل تفكك في العلاقة ما بين الله والإنسان والعلاقة بين الإنسان والآخر، وأصبحت طبيعة الجنس طبيعة ليس هدفها مقدس بل هدفها الأنا، وأصبح كل إنسان محور حول ذاته أكثر من أنه منفتح على الله. عشان كده حتى بنلاقي في سفر التكوين خلقة الإنسان في فرق كبير جدا بين العلاقة بين آدم وحواء في الإصحاح الثاني وفي الإصحاح الثالث. في الإصحاح الثاني يقول كده: كان كلاهما عريانين آدم وحواء وهما لا يخجلان، تكوين 2:25. ويقول كمان ويظهر كمان فيها ان ادم بيتكلم عن حواء يقول ايه: هذه الان لحم من لحمي وعظم من عظامي، في وحده. لكن في الاصحاح الثالث نلاقي تفكير مختلف خالص قوي، يتكلم عنهم انهم يعني اصبح الانسان يقول خشيت لاني عريان فاختبأت. لما ربنا قال للانسان ادم ادم اين انت؟ قال له خشيت لاني عريان فاختبأت. اصبح الانسان في خجل لان تفكيره حتى في الحياه الجنسيه بقى مختلف.
فاني رب لدرجه ربنا قال له من علمك انك عريان؟ طب يا ربي ده هو لسه كانوا عريانان ولا خجلان، اصبح العريان مصاحب بالخجل، واصبح في علاقه بين الشعور بالعري وايضا وبين الرغبه الجنسيه السفليه، الميل الجنسي الجسدي فقط وليس بالمفهوم الروحي، اصبح الميل الجنسي بينهم مختلف تماما عن المعرفه الروحية اللي كانت فيهم قبل السقوط. لم يعد عندهم الحب الاتحادي، بل أصبح الحب الذاتي الأناني، كل واحد بيميل إلى أنه يجد شخصه قبل أن يهتم بالآخر، لدرجة أن آدم بعد ما أخطأ، بعد ما كان ربنا يقول له يلتصق الرجل بالرجل بمرأته يكونان جسدا واحدا، ابتدى يقول له أن هي المرأة التي أعطيتني هي يعني هي سبب الخطية، بدل ما يكون في نوع من المحبة الوحدانية أصبح الآدم بيبحث عن ذاته وبينسب الخطية لحواء، وحواء برضو وقعت في نفس الفكر، أصبح كل إنسان بيفكر في ذاته فقط. وهنا بنجد أن حتى المفهوم العلاقة والميل الجنسي انحرف وصار الميل الجنسي شهواني بدل ما يكون روحاني، صار الإنسان بيبحث عن الأنا وصار أصبح تحت سيطرة الأنا السفلى بدلا من أن يكون بينمو في الأنا العليا التي تنمو بالإنسان إلى صورة الله. أصبح الإنسان بيخجل بدل ما كان لا يخجلان، وأصبح بيشعر بالتغيرات الجسدية اللي عنده بصورة مختلفة تماما عن الصورة الأولى، وهو ده اللي بيقود الإنسان بعد كده للصراع ما بين البر والطهارة والفساد والنجاسة في حياته، وخاصة في الميل الجنسي والعلاقة الجسدية التي أعطاها له الله لتكون صورة للنمو، فصارت صورة للخطية بدلا من أنها تكون هذا. وهكذا كانت الخطية لها تأثير سلبي، وده اللي احنا بنحاول نجاهد عشان نعيد هذه العلاقة إلى الصورة المقدسة بنعمة الروح القدس في حياة أولاد الله، ولله المجد دائما أبديا أمين.